السلام عليكم. في هذا الفيديو أريد أن أخبرك أنك لديك حياة واحدة ولديك امتحان مختلف عن كل الامتحانات التي قد تراها عند أصدقائك أو عند أحد غيرك. لذلك ركز على نفسك ولا تقارن أحدا أبدا بك. فأنت لديك امتحان مختلف، لديك ظروف مختلفة، وسط مختلف، التركيبة التي خلقك بها الله مختلفة عن كل الناس. لذلك لا تقارن نفسك أبدا بأحد. نتائجك، صبرك، كل شيء أنت مميز به.